عايز أعرف رأيك ليه تجربة الاحتراف بتاعت إمام عاشور ما اكتملتش، ورأيك إنه كان يرجع تاني مصر؟ لا يعني أنا صراحة يعني مش عارف، أنا كان نفسي يعني هو أمام لعيب كبير قوي، وعنده على فكرة من اللعيبة القليلة جدا اللي موجودة دلوقتي في مصر، اللعيب بيلعب بشماله ويمينه، لعيب بيقاتل، لعيب عنده الحمية في الكورة، بيلعب بدماغه كويس، في كل الصفات اللي هي خاصة يعني عنده، وعنده خاصة. الرؤية الكويسة، عنده صفات كتير قوي كان لازم يعني وجهة نظر يعني، بس هو في الآخر هو اختياره برضه انه يرجع النادي الأهلي، يرجع مصر ويرجع للنادي الأهلي. فأنا كان نفسي يكمل برا مصر، حتى هيتعب، بس أنا كنت بتمنى ان ممكن كانت يعني هو كان لسه ساعتها متجوز وكده، ان كانت الحياه الاسريه ديت تساعده. انا خايف ان هي ممكن تكون ما ساعدتوش فهو رجع مصر بسبب الاصابه. فلا كنت اتمنى ان دايما اي واحد مننا متجوز وكده فالزوجه بتساعدك، تفضل معاك، تبقى داعمه ليك و فانا ما اعرفش، ده ممكن احساسي، ممكن يكون غلط، انا بشوف من بعيد مش جوه، انا مش صاحب ايمان يعني، بس انا شايف ان هو غلط، وغلط مش غلطه كبيره برضو عشان هو رجع على النادي الاهلي يعني، بس كان بتمنى ان هو يكمل الاحتراف، كنا هنلاقي لعيب حاجه قيمه جدا لمنتخب مصر. يعني فكره ان احنا عايزين نزود عدد المحترفين، فكان بالزبط. نفسك ان هو يكمل بالزبط. حتى لو ما كانش مناسب وامكانياته كويسه يعني، امام ما بتلاقيش اللعيب ده موجود كتير في مصر، انت عارفه شماله زي مينه، بيلعب بدماغه، بيكمل الهجمه، بيلعب رقم 8 كويس يعني، لاعب مميز يعني. انت لا اما في مصر دلوقتي اللي تلاقيه 6، لا اما تلاقيه اللي هو 8 بس بيدافع، لا ده بيعملها 8. بالظبط، ده بيعملها زي ما الكتاب بيقول، يدافع كويس ويهاجم كويس، بيعمل الاثنين كويس، وبيشوط وبيكمل الهجمه وعنده رؤيه. فخساره لمنتخب مصر مش للنادي الاهلي، خساره لمنتخب مصر ان هو برده يعني يشفع له ان هو رجع على برده الاهلي، ما طبعا يعني هو هيتطور برده يعني انا موضوع ان هو يرجع للنادي الاهلي والاحداث اللي حصلت وان هو عمل كذا في الوقت والمشادات والانستجرام بيقول ايه بس في الاخر هو اخطاء يعني. على فكره برده هو امام مش على قيد نادي الزمالك عشان برده الناس تبقى فاهمه، زي رمضان مش على قيد كان النادي الاهلي، هو دلوقتي موجود محترف، اللي هيقدر يدفع الفلوس للنادي ويدفع فلوس لإمام هو اللي هيجيبه، فالنادي الأهلي عشان عنده الحاجات دي متوفرة فقدر. وبعدين لو كان نادي الزمالك يعني، خلينا دلوقتي لو نادي الزمالك كان اشترى إمام مش هيعرف يسجله، خلاص مفيش قيد، هو في الآخر ما عندوش قيد يعني هي حاجات كتيرة كده، وفي الآخر وراح النادي الأهلي. بس أنا بقول ممكن كم ماتش الاولين كده امام يتعب، لان هيبقى في كل حاجه هتحصل للنادي الاهلي دلوقتي هتبقى امام هو السبب فيها فهيتعب شويه لغايه ما الامور، لان هو لعيب كبير، لغايه ما هتمشي معاه عمر ما النقله تحصل من الزمالك للاهلي، دي لان ممكن تاخد دايما وقت. اي لعيب بيبقى عنده مشاكل او لغط على في اهلي وزمالك بيقعد فتره شويه كده قبل ما يعمل النقله دي وقبل ما ياخد الثقه والضغط والتفكير والكلام ده كله.